من ضمن الأسئلة، يا ترى أكاونت رايا أشتغل كول سنتر في أكاونت الأميدست، يقول لي الدنيا هناك هل هي كويسة؟ تعتبر نوعا ما، مع احترام طبعا للأكاونتات التانية، الأميدست يعني حاجات تعليمية، فعادة ما حدش هيكلمك زي الأكاونتات التانية عندي مشكلة في اتسرقت واتعمل. نعم ممكن يبقى في ناس عندها أكيد غضب وكل حاجة، ولكن في الحاجات التعليمية أكيد هتكون أقل بكثير. لو واحد بيسأل على سكولرشيب، واحد بيسأل، غير لما واحد عنده مشكلة وضرب نار. فبالمنظر العام نعم كويسه وتتعلم فيها حاجات كويسه، لكن التشالنج او التحدي بتاعك طبعا العادي في اي كول سنتر ضغط الشغل والمكالمات و فطبيعي ان الدنيا تكون بالنسبه لك كويسه. فهو شغل زي اي شغل، فيه ضغط زي اي ضغط، ولكن الاكونت بما انك ماسكه فيعتبر بسيط، وهو واحد من الاكونتات اللي تقدر باذن الله ان يكون الدنيا بالنسبه لك فيها كويسه، فتقدر ان يكون الدنيا ماشيه على هذا النظام. وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير بإذن الله تعالى، وإن شاء الله لما تروح هناك ممكن تحكي لنا كمان تجربتك وتفيد آخرين بيها.